السلام. الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود يعود إلى السعودية بعد رحلة علاجية ناجحة، ويلقى ترحيباً واسعاً من أمراء ومواطنين سعوديين. انتشرت منذ ساعات قليلة صور ومقاطع فيديو تظهر ولي العهد السعودي السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز عائداً إلى الرياض بعدما تحسنت حاله الصحية. اللافت في هذه الصور أن الأمير كان سائراً على قدميه من دون مساعدة من أحد ومن دون الاستناد إلى عكاز، وهو ما يشير إلى تحسن صحته واستقرار وضعه. حساب صور آل سعود، وهو حساب غير رسمي على شبكة تويتر، نشر مقطع فيديو يظهر الأمير في مطار الرياض عائداً إلى بلده، وقد لاقى هذا المقطع تفاعلاً واسعاً وإعادة مشاركة. بعض أفراد العائلة الحاكمة هنأوا الأمير مقرن على سلامته وعودته إلى الوطن، إذ غرد الأمير سطام بن خالد آل سعود: ألف الحمد لله على سلامة سيدي ووالدي الأمير مقرن، أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية. كذلك فعل الأمير عبد الرحمن بن مساعد الذي قال: حمداً لله على سلامتك سيدي، حفظك الله وأطال في عمرك ومتعك بالصحة والعافية وأسعدك في الدارين. سعوديون كثر عبروا عن فرحتهم بتحسن حال ولي العهد السابق وبعودته إلى الوطن، فتحول وسم مقرن بن عبد العزيز إلى أحد الوسوم الأكثر تداولاً في المملكة خلال وقت قصير. بحسب المعلومات المتداولة على نطاق واسع، أجرى الأمير مقرن عملية جراحية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية على إثر عارض صحي تعرض له في الفترة الماضية. الديوان الملكي السعودي لم يصدر أي بيان يوضح فيه تفاصيل الحالة الصحية للأمير، لكن بعض المواقع الإخبارية أفادت بأنه مصاب بسرطان في الرئة، فيما قالت أخرى إنه تعرض لجلطة دماغية، لكن لا معلومات دقيقة حتى الآن تؤكد صحة إحدى هاتين المعلومتين.